توميو يلعب الكرة مع محمد سامي وخطيرة خطيرة 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 بعاد من علي ياسين والخطأ للمرة الثانية وهدف أول. هدف أول بخطأ من المدافع إبراهيم توميو وهدف أول لنادي نورك. علي ياسين أنقذها بالمرة الأولى لكن خطأ وهذا المدرب طبعا المساعد بريسيار كان بالصورة. إبراهيم توميو النيجيري يسجل هدف نوروز الأول بالدقيقة طبعا 29 عمره. لاحظ الهجمة الأولى لتوميو هنا أبعدها طبعا لكن الخطأ الكارثي خطأ كارثي كان من أحمد نعيم. لاحظ المفروض يبعد الكرة أحمد نعيم بهذه اللقطة وبالتالي حاول علي ياسين وهدف أول لفريق نادي نور. لاحظ أحمد نعيم بخطأ كارثي في دفاعات فريق النفط. التقدم لنوروز عن طريق النيجيري طبعا إبراهيم توميو يصل للهدف السادس بدورينا. وسجل هدفين على كربلاء وهدفين على أمانة بغداد وهدف على نفط ميسان وهذا هدف السادس. كرة من زيد سماتة قريب قطع من حيدر حسين وجول للنفط. أوكيكي أوكيكي يعتذر لجماهير نوروز على اعتبار كان لاعب سابق لنوروز الموسم الماضي. النفط يعدل بالدقيقة 37 من عمر اللقاء بخطأ كارثي آخر. يعني الهدف ينبي أخطاء هذا أوكيكي وهدف الرابع بدورينا وهدف التعديل لفريق نادي النفط. توبي أوكيكي والتعديل وواحد واحد الآن. لاحظ اللقطة الماضية حيدر حسين أحيا هذه الكرة وبالتالي أوكيكي وهدف التعديل. شوف الخطأ الكارثي الآخر أعتقد عمار إيه نعم بسبب الأمطار يعني فقد التوازن باللقطة الماضية. الأرضية مبتلة وبالتالي أوكيكي يعدل للنفط في شباك فريق السام. واحد واحد الآن مع عمار من هناك سيفان عمر محاولة داخل بطاقة الجزاء. ثاني 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 لسيفان عمر. سيفان عمر بهدف ثاني لنوروز الهدف الثاني لنوروز بالدقيقة طبعا 41 من عمر المباراة. سيفان عمر ثاني الأهداف لفريق نادي نوروز الدقيقة 41. شوف الانطلاقة من محمد سامي اللاعب المميز وبدون رقابة وسهلة جدا. سيفان عمر وهدف ثاني لنادي نوروز في شباك النفط. الانطلاقة وهدف في الوسط نوروز سامي محمد سامي اللاعب المميز لتوميو والثالث لنوروز. ثالث 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 لإبراهيم توميو. نوروز بالدقيقة 54 يسجل عن طريق إبراهيم توميو. ثالث لنوروز بانفراد
وثاني أهداف إبراهيم توميو بالمباراة ويصل إلى هدف السابع بالدوري. إبراهيم توميو لاحظ الانطلاقة، محمد سامي ضرب الدفاعات وبالتالي إبراهيم توميو، واليوم الأخطاء كارثية طبعا في دفاعات النفط، هدف الأول الهدف الثالث، بالتالي نوروز يتقدم عن طريق إبراهيم توميو بهدف ثالث. 3-1 الآن تقدم لفريق نادي نوروز على حساب النفط. هذا إبراهيم توميو لاحظ يسأل عليها خط دفاع بديع سامسون